تهديد للمرمى الحارس خضيرية ولكن جانبية. صلاح فهم منطلقة لصالح شباب بلوزداد من هناك الكرة صعبة وخطيرة، هذه الكرة من نياتي يحاول نياتي يقدم كرة مرت حتى كنيش وكذلك حدوش الكرة العرضية دخلت العمليات مالية جانبية. تنفيذ هذا الخطأ لمصلحة شباب بلوزداد بلعبة دخلت العمليات الرأسية وبعيدة. روج غير موفق للحارس خضيرية، دفاع كان خاب. بنيطو بنيطو يجد المساندة من زرارة، القائم ينقذ مرمى الحارس أسلع، قوة كبيرة من زرارة باليسرى يطل الرؤية والزاوية على الحارس خضيرية، الركنية الأرضية والحارس رأسية كانت سهلة. هناك تفاهم بين الحكم، هناك الكرة محاولة بالرأس ولكن الدفاع. نهاية الشوط الأول بصافرة الحكم السيد نسيب رضوان للحكم الدولي الجزائري. المخالفة الضربة الحرة المباشرة خروج الحارس والهدف، أول هدف المباراة لمصلحة فريق الوفاق. احتجاج على حكم المباراة السيد نسيب والحكم المساعد ولكن هدف لمصلحة الوفاق، أول أهداف المباراة للوفاق أمام شباب. يفتتح باب التسجيل ويجد أخيرا المفتاح الذي كان ضائعا، مفتاح المباراة بالحكم السيد نسيب. شاهدوا معنا ما حدث في هذه الكرة وهذه اللقطة من عقب خروج الحارس بالعمري وفي شباك أنه يخادع الحارس بالعمري في الدقيقة 63 يمنح التقدم والتفوق للوفاق. ليس هناك يعني شيء كبير من كما نشاهد باللقطة بالعرض البطيء من زاوية شاك ما بين لاعبين تاع الوفاق وكذلك شباب بلوزداد وخروج عسلة لما ضربش الكرة كما ينبغي يعني سقطت الكرة. مع يحيى الشريف يحضر يحيى الشريف يسدد بقوة والحارس خضيرية يخرج الكرة إلى ركنية تسلم من هناك اللي بالليل يرفع هذا داخل منطقة العمليات خروج الحارس الدفاع دخل صحيح الخطأ. شباب بلوزداد ثلاث